طبعا اليوم احنا رايحين ان شاء الله نبلش بالقاعدة. هاي القاعدة هي القاعدة الهامة في الوحدة التاسعة. طبعا القاعدة اسمها وش، اللي هي نفسها F only، يعني لا يوجد فرق في الاستخدام ما بين وش او F only. طبعا هاي القاعدة في امتحان الوزارة رايحة تكون على شكل ريراي او على شكل ضعف دائم. طبعا احنا خلينا نبلش انا وياكم الان في فكره الريراي. اي جمله في اللغه الانجليزيه طبعا راح تتالف من السبجكت ومن ثم الفيرب. الان الشكل الاول من هذه القاعده اللي هو حاله المضارع، يعني بمعنى اخر الفعل بعد السبجكت راح يكون مضارع ومن ثم الكومبلمنت. أنا ما بهمني بصراحة الكومبلمنت، فهي القاعدة بهمني فقط الفعل. الآن طبعاً هو في الامتحان الوزارة راح يكون كاتب لك إما if only أو subject plus wish. المطلوب منك يا بني في هاي الحالة إنك أنت تقوم بإنزال السبجكت ومن ثم الفيرب 1 بدك تحوله إلى فيرب 2. يعني المضارع يصبح ماضي. بدي اياك تنتبه لشغله انه المضارع يصبح ماضي، ولكن باخذ العين الاعتبار انه اذا كانت الجمله اللي فوق مثبته المفروض انك انت تنفيها تحت، والعكس صحيح، اذا كانت منفيه تقوم باثباتها. يعني باختصار المثبت منفي والمنفي مثبت. طبعا انت لا تتساءل تقول لي شو هالرسمه اللي انت رسمت لي اياها، اعطيني جمله او زي ما بنحكيها مثال. على سبيل المثال I don't have enough money. جمله I don't have enough money. الآن هو في الامتحان الوزاري راح يقول لك I wish، ومن ثم أنت الآن مطلوب منك تكمل الجملة. طبعاً أنا مطلع على الجملة، طبعاً أنا ما بهمني معنى الجملة، باجي الآن بحللها. هاي الجملة الجملة فيها subject وهو ال I، ومن ثم الفعل don't have. طبعاً حسب القاعدة هاي subject wish معناته بدي أنزل الفاعل، فبتنزل ال I، وعادي طبيعي انك انت تقول I wish I. الان هذا الفعل فعل مضارع، وهذا الامر يعني مفروغ منه لانه فيه don't، فالان don't منفية. القاعدة بقول لي انا بدي اخلي المنفي مثبت، معناته هون انا بدي اقوم باثبات هاي الجملة. كيف بثبتها؟ بقوم بحذف don't كاملة وتحويل الفعل الذي يليها إلى تصريف ثاني. ما هو التصريف الثاني أو الفعل الماضي للهاد؟ هو هاد. فالآن صارت الجملة I wish I had enough money. هاي انحلت الجملة. هيك أنت أخذت العلامة إن شاء الله كاملة. ممكن طالب يقول لي طيب لو كان كاتب لي if only. بقول ما هو نفس الحل، ما هي wish هي نفسها if only. شو بدي أعمل؟ بنزل الفاعل وهو الاي، الدونت لانها منفيه يتم حذفها ويحول الفعل الذي يليها الى فيرب 2 فتصبح هاد انف ماني. يعني باختصار لا يوجد فرق ما بين اف اولي ووش في الاي. الان ممكن طالب ثاني يقول لي طيب اعطيني مثال ثاني. بنقول له ماشي، هاي مثال ثاني. مثلا راما doesn't speak English. جملة مكتملة المعنى. وهيك كتب لي if only. حسب خبرتكم في عالم اللغة الإنجليزية أين الفاعل؟ هو راما. أقوم بإنزال الفاعل وهو راما. الآن الجملة احتوت على doesn't وهي منفية. احنا اتفقنا انه المثبت منفي والمنفي مثبت.
طيب كيف بدي اثبتها ما هي منفيه؟ اقوم بحذف doesn't وتحويل الفعل الذي يليها الى تصريف ثاني، فبدها تصير اف اول راما spoke English. اذا الان احنا قمنا بترتيب الجمل لما يكون في عندي don't و doesn't. اذا كان عندنا don't بحولها بأسلوبها، والدازنت بأسلوبها بحول الفعل اللي وراها الى تصريف ثاني. هاي حالة. الحالة الثانية على سبيل المثال لما اكتب لك جملة فيها مجموعة بي، كيف مجموعة بي؟ مثلا the weather is very rainy. وأجل كتبنا if only. للمرحلة الأولى أنت لما بتطلع على الجملة، وطبعا مشكلة إذا أنت ما كنت عارف وين الفعل، وين الفعل في الجملة؟ طبعا الفعل هو is وهو مضارع. ولاحظ أنا وياك الآن قاعدين بنسولف عن الأفعال المضارعة. طبعا is هو فعل مضارع، ما قبل الفعل بده يكون فاعل، وحسب القاعدة احنا بنقوم بإنزال الفاعل اللي هو ذا وذا. الآن بدك تنتبه لشغله، الإذ هو مضارع وهو مثبت، إذا أنا بدي أقوم بتحويله إلى ماضي ونفيه. فالآن ما هو ماضي الإذ؟ طبعا هو was. طب كيف بدي أنفيها؟ بصير wasn't very rainy. طبعا هناك إجابة بديلة وهي الأفضل إنك تقول ولد. ممكن طالب يقول لي أستاذ زمن الوذر مفرد، بقول له صح، بس القاعدة تقول إنه استخدام الوير سواء للمفرد أو الجمع صحيح، كلاهما صحيح. فأنت عندك خيارات، من الوزارة ما رح تحاسبك، يا بتحط وزن يا بتحط ولد، لكن الأفضل استخدام ولد. بتقول لي حلو، نأخذ جملة ثانية على مجموعة البي فيما لو كانت منفية. طبعا أنت بتقيس الآن أيضا بتصير وير نات، الآر بتصير وير نات. طيب بيجي واحد ثاني بيقول لي ذا بويز، أو خلينا نحكي ذا ستودنتس آر نات clever. وأجا قال لي I wish. وين الفاعل في الجملة؟ students. إذا بننزل the students. الآن وين الفعل؟ الفعل أنت مضارع ولا ماضي؟ طبعا هو مضارع. مثبت ولا منفي؟ هو منفي، فيحول إلى ماضي. ما هو ماضي الآن؟ وير clever. إذا هذه ملخص القاعدة بشكل بسيط. تحكي لي أستاذ طيب أنا هذيك اليوم شوف الجملة، بقول لك شو الجملة؟ بتقول لي هيك هذه الجملة شو فيها؟ هاي هي الجملة. حنين eats too much. وهذا قال لي if all. طبعا انا ما اجي اقول حنين eats too much، وين الفعل في الجمله؟ هو eats. احكي له استاذ ما في لا is ولا was ولا where، طب شو بدي اعمل؟ بقول لك باختصار eats هو عباره عن مضارع. حسب القاعده المضارع ماذا يصبح؟ ماضي، ولكن اذا كان مثبت بدي انفي. هاي جمله مثبته. طب كيف بدي انفي؟ بدي بحكي لك بدك تنزل حنين. الآن حسب قواعدنا اللي تعلمناها من وإحنا صغار، المضارع ينفى بدوت ودزل. طب الماضي كيف ينفى؟ بديدنت. فبدأ تصير الجملة حنين ديدنت إيت. طبعا بدك تنتبه إنه هذا يجرد ديدنت إيت تو ماتش. إذا لاحظوا احنا حكينا عن الدونت، حكينا عن الدزنت، حكينا عن مجموعة بي، حكينا عن الفعل الطبيعي اللي هو المين فير لما يكون مضاف له اس. احنا الوضع الطبيعي الماضي ينفى بديدنت بلس انفينيتيف.
هاي الحالة الأولى في هذه القاعدة. هناك حالة ثانية وهي هون لاحظ subject verb 1. الآن بدنا ناخذ السبجكت وكان verb 2 يعني فعل هذا مش مضارع، verb 2 يعني ماضي. طبعا نفس الفكرة if only أو subject plus wish. شو بدك تعمل في الحالة هاي؟ بتطيح السبجكت، بتنزله زي ما هو سواء ضمير أو اسم. هذا الفيرب 2 يصبح had plus verb 3 لأنه الماضي يصبح ماضي تام. الهاد ثابت بغض النظر هون شو الفاعل، الهاد ثابت. الآن الفيرب 2 يحول إلى verb 3 برضو نفس القصة، مثبت منفي، منفي مثبت. تأكد هذا الحكي مزبوطش معي، أعطيني مثال بقول لك حاضر هاي مثال لشرط تثبت المعلومة. لما أجي أحكي مثلا أحمد didn't arrive on time وقال لي أحمد wishes، هو بيكتب لك بيكتب لك إياه. في الحالة هاي أنت بتقول طب هون أحمد هون أحمد، ما بقدر أنزل أحمد مرة ثانية. طب شو بدي أعمل؟ الآن بدك تستبدل أحمد بضمير. هاي الحالة أنت لما يكون الفاعل هون نفسه فوق بدك تستبدله بضمير. شو الضمير اللي بعود على أحمد؟ طبعا أحمد ذكر، معناته بدنا نأخذ هي. هاي هي وضع طبيعي ولازم تكون عارف تحفظه زي اسمك. الماضي ينفى بديدنت، هذا ماضي. كيف عرفت إنه ماضي؟ لأنه في عندي ديدنت. طيب هذا ماضي وهذا منفي. القاعدة تقول المنفي مثبت والمثبت منفي، معناته الآن بدي أشطب الديدنت وبدي أضيف من عندي هاد والفعل اللي بعد ديدنت أخليه فيرب 3. فشو بده يصير؟ arrived on time. طيب نفس الجملة أحمد arrived late. طيب شو بدي أعمل هون؟ طبعا هذا الفعل عبارة عن فعل ماضي وهو مثبت، وأجي قال لي أحمد wishes، شو بعمل هلا؟ هذا أحمد بدي أخليه ضمير هي، هذا مثبت بدي أنفيه. النفي تبع الهاد طبعا وضع طبيعي، الهاد أصبح هدنت، فبدها تصير أحمد wishes he hadn't arrived late. هيك احنا رتبنا امورنا بمفهوم قاعدة الوش او if only. اذا كانت مضارع تصبح ماضي والماضي يصبح had زائد verb 3. طبعا زي ما انتم عارفين حبايبي الدوسية اللي عندنا بين ايديكم اذا بتتذكروا صفحة 66 صفحة 67 وصفحة 68. طبعا هناك جمل يعني كثير احنا المفروض نحلها انا وياكم. مثلا خليني اخذ انا وياكم في صفحة 66 الجملة الاولى. طبعا بدك تنتبه انه انا اذا كانت الجملة فيها ما يسمى بدلائل الندم زي I'm sorry, regret, it's a bit, what a bit, هاي يتم حذف. فمثلا خلينا أتبع أنا وياكم، وياريت الجميع يفتح صفحة 66. نأخذ الجملة الأولى I don't have enough money to help the poor. لاحظوا عندنا الفاعل I وعندنا don't have. حسب القاعدة هاي don't هي مضارع، المضارع بده يصبح ماضي، الجملة احتوت على don't، معناته أنا بقوم بحذف don't وتحويل الفعل اللي وراها إلى تصريف ثاني، فبدأ تصير I wish I
had enough money to help the poor. نوع الجملة الثانية مثلا الجملة رقم ثلاث مراد regrets he doesn't know how to send emails. لاحظوا الجملة احتوت على regrets واتفقت أنا وياكم يتم حذف regrets. فالآن بدنا نصير مراد wishes. لاحظوا مراد wishes معناته المراد اللي فوق بدي أحوله إلى ضمير فبدا يصير مراد wishes he. الآن أنا عندي doesn't. It doesn't مضارع وهو منفي. طيب بدي أشطبه أحول الفعل اللي وراه إلى تصريف ثاني. شو التصريف الثاني تبع speak؟ هو spoke. فتصبح الجملة سوري no. فبدي يصير مراد wishes he إيش التصريف الثاني لأنه knew how to send emails. نأخذ مثلا الجملة رقم 10 طارق gets up every day in the morning. gets مضارع بده يصبح ماضي. gets مثبت بده يصبح منفي. طيب كيف ينفى الماضي؟ طبعا الماضي دائما ينفى بديدنت فبدها تصير طارق wishes he didn't get up every day in the morning. هاي بالنسبة لصفحة 66. نأخذ مثلا في صفحة 67 الجملة الأولى إسراء lost her golden watch. الآن وين الفعل في الجملة؟ أن lost. lost هو عبارة عن شو؟ verb 2. الverb 2 شو بده يصير؟ had plus verb 3. طيب هون عندنا مثبت ولا منفي؟ هذا مثبت بدي أنفي. كيف ينفى الهاد؟ هادنت. فبدها تصير الجملة إسراء wishes she hadn't lost her golden watch. أو مثلا الجملة الثانية I'm sorry I didn't keep my word with you. لاحظوا عنا I'm sorry. طبعا I'm sorry يتم حذفها. الفاعل I الفاعل didn't وهو ماضي. الماضي معناته بدي اشتغل على القاعدة هاي فبدها تصير I wish I had. طب شو التصريف الثالث لا keep هو kept. وهكذا دوالي. الآن بدنا ناخذ فكرة الضع دائرة وهي الآن المعتمدة في الامتحانات الوزارية كونه إن شاء الله الخطة القادمة في حوصلة التعليم. فبالتالي كل المادة راح تكون عندكم مادة محوصلة ضع دائرة. الآن بدي إياك يعني تحط في مخك شغلة بسيطة. الآن إحنا السبجكت أو خلينا نقول الفاعل في قاعدة وش أو إف أولي أكثر إشي بهمني مش السبجكت بهمني الفعل. الفعل طبعاً هو راح يعطيك الجملة فيها إف أولي أو وش. يا هيا باختصار حبيبي ممنوع منعاً باتاً يكون بعد إف أولي أو إيش وش سوري إلا يا فيبتو يا هاد بلس فيرب. بتقول لي طيب انا امتى بدي اختار فيرب 2 امتى بدي اختار هاد بلس فيرب؟ بقول لك حبيبي انت الان مفتاح حلك الشق الاول. اذا الجمله فيها مضارع اكيد راح تاخذ فيرب 2. طب الجمله فيها ماضي معناته لازم تاخذ هاد بلس فيرب 3. ناخذ مثال موجود عندنا في صفحة 68 مثلا I couldn't understand anything. وكتب لي if only. خلينا نمسح هاي الجهة. If only I Chinese. الآن لما أجي أطلع على الجملة راح يكون في عندي study studied had studied have studied.
انا بدي اعتبر حالي ولا بعرف اشي في اللغه الانجليزيه بس بدي انحل الجمله. طبعا انت بتعرف معي اف اونلي معناته على القاعده تبعتي. طيب شو بدي اعمل؟ طوق النجاح عندك او المؤشر لاختيار الاجابه راح يكون في الشرط هذا. لما باجي بتطلع على الجمله شو لقيت بيها؟ لقيت بيها كودنت، الفعل كودنت. طيب هذا الكودنت هل هو مضارع ولا ماضي؟ الكودنت ماضي، معناته انا لازم اختار ايش؟ هاد بلس فيرب 3. استدي مضارع معناته بشطبه، لانه احنا اتفقنا اف اولي وش دائما يا فيرب 2 يا هاد فيرب 3. طيب استدت صح اذا كان هون عندنا فيرب 1، طب هون عندنا فيرب 2 معناته بشطبه. هاب استدت اصلا القاعده ما فيها هاب استدت، اذا يتم حذفها. فشو بضل عندنا؟ هاد استدت. ناخذ جمله وزاره وافرجيكم انه الامور كثير سهله وبسيطه. طبعا الدائره في امتحان الوزاره عليها 5 علامات. الله يردود على هاي الجمله. اللهم صل على سيدنا الحبيب. I felt ill yesterday. I wish I so many sweets. وهذا كتب لي doesn't eat. كتب لي hasn't eaten. كتب لي hadn't eaten. كتب لي haven't eaten. زي ما حكيت لكم انا ما بعتبر حالي ولا حالي في الانجليزي، بس بدها تنجح بالعلامه، لانه احنا كل حرصنا انك انت تنجح وتتفوق. بلد على الجمله وبستخدم الخاصيه الصقريه في انه انا عيني زي الصقر على الجمله. الان لديت لقيت بها اي وش، يعني انا هيك قعدتي وش او اف اولي، معناته الان مفتاح الحل او طوق النجاه هذا الشق. لما لديت على الجمله لقيت فيها فيل، ممكن طالب يقول استاذ انا فكرت مش عارف شو هو مضارع ولا ماضي، بقول لك بلاش، شو عندنا هون؟ يسترداي يعني معناته هذا ماضي. طيب لما يكون ماضي شو بدي اختار؟ هاد بلس فيرب 3. بلاش حبيبي، ناخذها احنا حبه حبه. دازنت ايت، طب ما هو دازنت مضارع، واحنا اتفقنا وش واف ولي ممنوع معها مضارع، يتم حذفها. هازنت ايتن، طب ما هي هازنت ما هي مضارع، واحنا لازم فيرب 2 او هازنت فيرب 3 احذف. طب هافنت ايتن، ما في عندي في القاعده هذا، معناته احذف. شو بضل عندنا؟ هادنت ايتن. هاي جملتين من جمل الوزاره، وعلى ضوءها انت بدك تشتغل. طبعا الدوسية اللي عندكم مليئه بالتمارين، هذه قاعده وش او اف اولي، مع كل امنياتي لكم بالتفوق والنجاح. كل الحب.